اهلا بحضراتكم من جديد في فقرتنا الثانيه. هيكون معايا يعني زميل عزيز احمد قيشو. طبعا عارفين احمد قيشو ملك الاحصائيات وملك كل حاجه. قبل ما ارحب باحمد قيشو لازم يعني نبلغ تعازينا للفنان الكبير ايهاب توفيق لوفاه والده ان شاء الله يعني في الجنه ونعمها استاذ ايهاب. وطبعا عارفين استاذ ايهاب توفيق يعني مشجع كبير جدا ومنتمي كبير جدا للنادي الاهلي. كل تعازينا للفنان الكبير ايهاب توفيق. نور الدنيا ربنا يخليك منور. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. وحشنا جدا. وانت كمان والله يا كابتن. طبعا انت عارف والساده المشاهدين عارفين لما احمد قيشو قاعد معايا بقى الاحصائيات كلها وكان اسامه بقى اكيد وفارس خلاص بقى سابوني دلوقتي. انا ما بحاولش يعني اسال كتير بقى معاهم محاورهم وعارفين هيتكلموا في ايه. فقول لنا المحاور اللي انت هتتكلم فيها في العموم قبل ما ندخل في التفاصيل. احنا هنستعرض بمناسبه حفل جوائز الكاف الاخير اللي نظم في مصر طبعا هنستعرض جوائز الاهلي في الكاف. تمام. لكن طبعا قبل ما ندخل في الحفل الجوائز تاريخ الجوائز وحصاد الاهلي في جوائز الكاف لازم بقى نتكلم عن الحفل الاخير واللي نظم طبعا في مصر وان شاء الله هينظم ان شاء الله لمده 3 سنين معانا هنا في مصر. يعني هو خلاص اكيد خدنا موافقه. ان شاء الله هو ده اللي سمعته. يعني انا كان امبارح في طلبه اللجنه الخماسيه اعتقد ان هو لم تحسم لسه لكن احنا طالبين هو مفيش قبل كده مفيش حد يعني ايه استمر كتير كده بالشكل ده في تنظيم الجائزه بس هي اول مره اصلا تنظم عندنا في مصر. بالظبط. فاظن احنا نستحق يعني خصوصا بعد الشكل اللي ظهرنا بيه امبارح فنستحق ان احنا ننظم كذا مره خصوصا يعني طبعا هنتكلم هنا ان في طبعا يعني اثير كتير الكلام عن انه احقيه مصر او الاتحاد المصري لكره القدم بجائزه اللي استلمها السيد هاني ابو ريده رئيس الاتحاد الاسبق لكره القدم. تمام. طبعا هنا في شقين. اتفضل. الشق الايجابي والشق السلبي. الشق الايجابي ولازم الناس كلها تكون عارفاه ان احنا اخذنا الجائزه دي واحق بيها الدوله المصريه ومؤسسات الرياضيه المصريه وكل المؤسسات اللي شاركت في تنظيم أمم أفريقيا للكبار وتحت 21 سنة. تمام. كل المؤسسات تستحق هذا الجائزة وهذا الإنجاز وهذا التكريم. الكاف أصلا كان في ورطة أصلا يوم 1 ديسمبر 2018 أعلن أنه الكاميرون مش هتقدر تنظم الأمم أفريقيا اللي جاية اللي 2019 وقتها يعني وكان هم أصلا قعدوا 18 شهر مش عارفين يعملوا إعدادات لأمم أفريقيا اللي هيستضافوها. كانوا هم أصلا الدولة المنوطة بالاستضافة. ورغم كده بقى فطبعا لما حصل الازمه دي في ديسمبر 2018 فتح الكاف تاني يعني الباب لاستضافه الدول فاترشح طبعا مصر وبعد اعتذار المغرب اترشح مصر وجنوب افريقيا. تمام. فتم اختيار مصر في 5 فبراير 2019. بالظبط. فانت كنت اقل من 5 شهور عن بدايه الحفل. بالزبط. او بدايه التنظيم بقى لأمم افريقيا. تمام. فكونك ان انت في 5 شهور تعمل اللي ما عملتوش دوله افريقيه اخرى في 18 شهر وكمان مش تعمل بس مجرد كده حاجه تقضية واجب زي ما بنقولوا، لا ده انت عملت حاجه حفل افتتاحي وهمي. العالم صراحة. كله حرفيا اتكلم عنه، واحنا مش بنبالغ بقى ولا بنقول مصر ام الدنيا ولا بنقول شعارات، لا احنا فعلا ابهرنا العالم وكل السوشيال ميديا حتى العالميه ان اشخاص مش بتكلم حتى عن مؤسسات، اشخاص في الدول كلها كانوا اتكلموا عن حفل الافتتاح، فطبعا احنا الدوله المصريه تستحق عن جداره واستحقاق لانها انقذت الكاف مرتين يعني المسابقتين اللي احنا نظمناهم ما كناش اصلا منوطين بتنظيمهم. تمام. لكن احنا نظمناهم وكمان نظمناهم باحسن ما يكون وطبعا شارف النجاح طبعا كل ده الحضور الجماهيري اللي خصوصا في يعني مع المنتخب الاولمبي طبعا كان حضور مشرف جدا وحققنا طبعا ارقام كبيره جدا في الحضور الجماهيري. تمام. فكل ده يخليك ان انت طبعا احنا مصر انقذت الكاف. بالزبط. فلازم شكرا لمصر فطبعا الجائزه مستحقه لمصر. هما بصراحه بيشكرونا بيبعتوا لنا حكام بيدونا حقنا وزياده لا للاسف ده يعني ربنا لا للاسف طبعا في حته ردوا جميل جدا يعني لا للاسف طبعا احنا يعني كفايه بس ان هما ما رضوش يعني يخلوا الاهلي حرموا الاهلي من انجاز اسطوري الكاف للاسف يعني لان هو طبعا الكاف زعل لما بلاتر قال له هو ما فيش غير الاهلي بس بيجي بيكسب افريقيا في 2005 2006 ورا بعض فهم زعلوا حلفوا ان هم ما فيش 2007 دي مش هناخدها ذوق بعافيه فطبعا 3 ضربات جزاء رايح جاي عشان ما يتمكش بالانجاز التاريخي ربنا يديله الصحه الله الله بقى ايه الله يسامحه هنقول يعني الله يسامحه لكن بقى نتكلم عن تاريخ مصر بقى المشرف جدا في حفل الجوائز يعني احنا فعلا نستحق الجائزه لكن اول لازم بقى يعني كنا نسيت الشق السلبي ما كنتش عايز اتكلم في سلبيات لكن لا انا مش قصدي لا هو طبعا لازم نتكلم لا طبعا احنا نستحق يعني تاتو متلت زي ما بنقول يعني تمام. لكن الشق السلبي في الموضوع انه الاستاذ هاني ابو ريده ما ينفعش يستلم الجائزه بصفته هو صفته ايه اصلا دلوقتي هو حاليا هو كل احترام شخصه لكن احنا بنتكلم ان الجائزه دي مش ليه هو على فكره مثلا قبل كده يعني في تاريخ ما هو طبعا مش ليه هو
طيب هو ليه استلمها؟ هو هذا هو السؤال. يعني هو المفروض هي الجائزه دي يستلمها اما المؤسسه الرياضيه اللي هي في مصر وزير الرياضه، او يستلمها السيد عمرو الجنايني الرئيس الحالي للجنه الخماسيه المشرفه على اتحاد الكوره. ده الشكل التنظيمي الطبيعي. طب خليني يعني ارد الرد اللي هو لو حد مكاني هيرده منهم. اتفضل. يعني اللي هو اللجنه الخماسيه مؤقته مش دائمه. مش جايه بناء على انتخابات، هو كان جاي بناء على انتخابات، فهو يعني لغايه لما يحصل الانتخابات. طب يعني مين حاليا؟ لا لا انا بقول لك يعني ممكن الرد يكون ايه؟ لا ما هو الرد غير مقنع، هو مش اي رد، ما مش اي رد او اي مبرر غير مقنع تماما، لانه حضرتك المنوط او اي حد بيبقى مسؤول، انت بتتكلم عن المسؤول الحالي، المسؤول ده بقى اصلا ده معترف الفيفا، يعني ده اصلا حاجه رسميه مش جايبين حاجه كده عرفيه يعني. يمكن برضه بيكرموه هو بصفته رئيس اتحاد الكوره. يبقى تم على فكره قبل كده اصلا الله يرحمه الاستاذ سمير زاهر عضو رئيس الاتحاد المصري السابق، كان تم تكريمه بصفته الشخصيه في 2010 2011 في باعتباره رئيس الاتحاد المصري، فتم هو اللي اخذ الجائزه. حتى الجائزه موجوده كده. في قواعد ثابته، ما دي بقى الفكره. طب هو القواعد الثابته دي برضو يعني السؤال بقى هنا يوجه لحته قواعد او معايير اختيار رئيس مازيمبي اللي هو اعتباره هو رئيس افضل رئيس نادي في افريقيا. فين المعيار هنا؟ والجوائز اللي دي الجوائز يعني اللي من الاتحاد الدولي العالمي لما بيجي يعمل جوائز احنا عارفين بقى جوائز ايه؟ افضل جوائز فنيه جوائز بالظبط بتبقى معروفه بالظبط. وفي التصويت وفي عامل كده ولا هو سايبها؟ ما هو طبعا دي الفكره اصلا جوائز الاتحاد الافريقي، عشان كده اصلا انا اتحدى ان هو اصلا السنه الجايه يعمل نفس الجائزه دي. هو كل سنه كده بيعمل اختراع اي اعتبارات بقى ايه خاصه بيهم هم عشان يدوا جوائز كده طرديه زي ما يسموها زي ما يسموها يعني. فطبعا يعني بس بالنسبه لي جائزه الاتحاد اللي هو الاتحاد المصري مقبوله للدوله، لكن بالنسبه للمازيمبي مش منطقيه خالص. يعني انت ما ينفعش حاجه كده ايه ما تقوليش اي معايير ليها، ايه عمل استاد؟ واصلا استاد مازيمبي كانت حاجه يعني فظيعه يعني، يعني هو مش هو عامله مش استاد فظيع اساسا يعني، لكن هو ما علينا ده الكاف وده نظامهم. وما فيش احسن نادي خلي بالك. لا يعني في هم عملوا ادوا احسن نادي؟ لا السنه دي اكيد ما ادوا احسن نادي الترجي. ما خدتش بالي اللي هو اللي ما خدش. لا ما فيش مش عارف. هو دي ودي الحاجات الغريبه برضو، لان برضو قبل كده كان في تشكيل مثلا ما بيطلعوش تشكيل مثلا في السنه 2007 ما طلعوش تشكيل. وبعد كده مثلا يطلعوا مثلا السنه دي مثلا رجعوا جائزه احسن لاعب محلي داخل القاره، قبل كده السنتين اللي فاتوا ما كانش فيه. فهما ما فيش معيار ثابت، ما فيش حاجه جوائز ثابته. دي غريبه جدا. ما هو ده اصلا ده حتى بيمنع يعني، دي الفكره ما فيش عداله. ما ينفعش انت تخلي الجائزه دي يا اما تعملها على طول يا تلغيها على طول، لكن الفكره ان انت تمنع عن لعيبه سنه ويكون مثلا لعيبه مثلا يعني مثلا 2018 كانت سنه وليد سليمان. وليد سليمان كان عمل كل حاجه في البطوله، طبعا عدم اخفاق الاهلي في النهائي اللي على فكره لا يمنع انه الاهلي وليد سليمان ياخد الجائزه، لان دي اصلا جائزه عن تقدير الفردي للاعب، ما هياش برده بطمع اللاعب اصلا. هي طبعا يستحق الجائزه اصلا، في لافيو قبل كده اخذ الجائزه وما كانش وصل للنهائي اساسا يعني في 2000. ففكره ان هو 2001، فالفكره ان هو ايه اللاعب مش لازم ياخد البطوله عشان ياخد اصلا الجائزه افضل لاعب داخل القاره. هنبدا بقى نتكلم عن البطولات او جوائز الاهلي اصلا او مصر كلها اصلا في حفل جوائز الكاف. طب استنى ثانيه واحده. اتفضل. يعني مش لازم يبقى في معايير؟ انت بتقول لا هو كل سنه بيختلف معاييرهم وممكن يعني يبتكروا جائزه. طب ده عادي ولا بيبقى في مرجعيه؟ لا هو من حيث المنطق طبعا. من حيث المنطق ما فيش حاجه اسمها انت كل سنه بجائزه. كل سنه بحال. كل سنه بحال. والفكره ان هو لا هو مثلا حاجات الثابته مثلا انه مثلا افضل لاعب في افريقيا كلها. في بقى التصويت وفي بعض الحاجات الاختيارات الثابته زي بالزبط. موجوده في اوروبا زي موجوده بالزبط. في العالم دي موجوده بالزبط. لكن بعض برضو الحاجات مثلا طلعوا مثلا سنه افضل جمهور بعد كده ما طلعوهاش، يعني بعض الحاجات كده اللي بتبقى ايه ما فيش حاجات ثابته فيها. فدي الحاجه دي طبعا هي طبعا ده عيب للتنظيم، بس ده تنظيم الكاف نفسه مش تنظيم مصر ولا تنظيم اي دوله بيستضيفها. هو ده حفل الكاف وده نظامه، كل سنه اصلا بتلاقي فيه معايير كده. الاتحاد الدولي بقى ما ينفعش يقول يا جماعه لا انتوا كده بتهزروا. لا مالوش علاقه الاتحاد دي حاجه اصلا حاجه تكريميه اصلا، ما هياش حاجه ايه يعني مش مؤثره في براحتهم بقى. بالظبط هم بيسيبوها كده ان هو حته ان هو انت عايز تكرم انت عايز تكرمهم ما فيش مشكله. كتر خير. هي كل الحكايه بس كل اللي احنا بنتكلم فيه ان هو يثبت الجوائز. طيب. يعني مثلا جائزه افضل رئيس نادي ثبتها على طول. وممكن تعمل جائزه بعد كده انت زياده، بس ثبت لنا الحاجات يعني خلينا في ثوابت. لا الفكره لازم يكون في هو انت بقى يعني مثلا انت ادي السنه دي جائزه لافضل افضل لاعب محلي وافضل لاعب لاعبه وافضل الكلام ده. تمام. ما تجيش بعد السنه الجايه تمنحها والسنه اللي بعدها. انا قصدي خلاص انت ثبت. بالظبط. عايز تضيف بعد كده ضيف، بس سيب الثوابت زي ما هي. بالظبط. وبرده اللي تضيفه تثبته. تمام. عشان لما يكون في منطق وفي معيار للاختيار، ما هوش حاجه متفصله لحد. تمام. ما فيش جواز تفصيل. لازم يعملوا كده والله. لكن للاسف هو الكاف على فكره دايما بيعمل جواز تفصيل. يعني في جواز كده كل سنه بتلاقي في جائزه مش بتعمل السنه اللي بعدها. ده يعني لو انت رجعت كده تاريخ الكاف هتلاقي في جواز كده مره وما بتجيش بعد كده يعني.
فبمناسبه الجواز الكافي احنا ممكن نستعرض بقى كل تاريخ مصر في الجوائز. احنا اخذنا 32 جائزه على مدى التاريخ. وبالمناسبه اصلا الحفله دي بدات من بدايه نادي القرن، يعني ده كانت اول حفله نظمها الكاف، ويوزع فيها بقى جوائز افضل لاعب، افضل منتخب القرن ونادي القرن. فبدات من هنا، كان يوم 22 مايو 2001. تمام. ده كان اول حفل للاتحاد الافريقي يوزع فيه الجوائز السنويه، وبعد كده بدا بقى يتم كل سنه بميعاد مختلف، لكن كل سنه بدا يتم من اول من 2001 لغايه دلوقتي. تمام. طبعا 2001 بيوزع جوائز 2000، يعني عن سنه منتهيه بالظبط. فبدا طبعا احنا زي ما قلنا كده 32 جائزه مصريه و18 اختيار مصري في نادي او التشكيل العام للكاف. ده من 18 اختيار، هم اصلا مش 18 لاعب، في لعبه طبعا نقررها هنشوفها اصلا دلوقتي بالتفصيل. أوكي. لكن استعرض دلوقتي جائزه الجوائز الاهلاويه بقى. أوكي. احنا قلنا مصر 32 جائزه، منهم الاهلي نص بالظبط 16 جائزه. وانا قلت انت جاي لابس ابيض لا مالوش علاقه الابيض، الابيض جاي الابيض بس ماشي. لكن الدم احمر. الجوائز الاهلاويه 16 جائزه زي ما قلنا، وبعدين 14 اختيار اهلاوي في تشكيل العام. تمام. ال 14 اختيار دول عشان برضو السنه دي طبعا محمد صلاح تم اختياره. ال 14 قبل كده هم معانا صوره اصلا للاعب الاهلي في تشكيل العام، هنلاقي انه 14 لاعب هم 6 لعيبه تم اختيارهم اكتر من مره، يعني ابو تريكه 4 مرات. في صوره المفروض في صوره معانا للاعب الاهلي في تشكيل العام، اول صوره معانا هنلاقي لاعب الاهلي في تشكيل العام اول ابو تريكه طبعا 4 مرات. 2006 2008 2012 2013 ده تريكه. وائل جمعه 2006 8 8 9 10 بالنسبه لوائل جمعه في تفصيله مهمه جدا. قول لي وائل جمعه، احنا زي ما قلت لحضرتك كده نستثني سنه 2007 لان اصلا الكاف ما اعلنش اصلا اي جوائز في 2007. تمام. يعني ما اعلنش تشكيل العام في 2007. تمام. بالتالي هنا نقدر نقول ان وائل جمعه اللاعب المحلي الوحيد اللي تم اختياره 4 سنوات متتاليه من الكاف، يعني لما الكاف اعلن الجوائز التشكيل العام تم اختياره الجمعة في 4 سنوات متتاليه في الاختيار، يعني هنستثني سنه 2007 لانه اصلا ما فيش اي اعلان اصلا عنها يعني. تمام. فيبقى في 6 8 9 10 ده انجاز لم يكرره اي لاعب محلي بيلعب داخل افريقيا يعني. جميل. طبعا احمد فتحي اللي عنده طبعا فرصه في مزود ان هو يزود عدد مرات ظهوره في تشكيل العام 3 مرات 12 13 17 وبركات اول لاعب ظهر في تشكيل العام 2005 وبعد كده 2006 عصام الحضري وبعد كده احمد حسن 2010. غريبه قوي ان الحضري مره واحده دي. ودي حاجه غريبه جدا يعني. صح. كفايه اصلا انقاذه 2008 امام دروجبا، يعني دي كانت حاجه غريبه جدا انا استغربتها. هو طبعا الحضري بياخد جائزه افضل لاعب افضل حارس مرمى في البطوله، يعني بطوله امم افريقيا بالزبط. بياخدها، لكن احنا بنتكلم هنا عن الجوائز بتاعه الحفل اللي هو زي بتاع اول امبارح ده. بالظبط. تمام. ده اللي احنا بنتكلم عنه. غريبه جدا. طبعا هي غريبه جدا. تمام. جدا يعني. تمام. 2008 تحديدا بالذات. فطبعا دي الصوره اول صوره معانا. نروح بعد كده بمناسبه طبعا اللي فيش بقى فيش بعد كده غير 2 لاعب بس، محمد صلاح اخذها 3 مرات ومره كان بديل، يعني 17 18 19 ظهر في لا نرجع بعد كده نرجع للجوائز تاني. تمام. محمد صلاح واحمد المحمدي دول الاثنين بس اللي من خارج الاهلي في التشكيل العام، يعني اثنين بس، ما فيش اصلا اي حد محلي لاعب محلي لا في الزمالك ولا في الاسماعيلي ظهر في تشكيل العام الافريقي. ماشي. هو بس يا اما اهلي يا محترفين. ماشي. ده احتكار يعني. ماشي. بعد كده طبعا احنا قلنا الاهلي طبعا اخذ الجائزه، نرجع الاهلي اخذ جائزه نادي القرن، وبعدها حفله تم تكريم في نفس الحفل ده تم تكريم كابتن حسام حسن عن تاريخه كله الكارير بتاعه كله في 2000. طبعا هو كان وقتها انتقل للزمالك لكنه تم تكريم عن اصلا تاريخه كله مش عن تاريخه مع الزمالك يعني. وبعدين في 2001 تم اختيار عصام الحضري كافضل تصدي. يا اخي التاريخ كله برضه كان فيه الزمالك يعني. لا لا ما في، ما هو تاريخه كله بعد كده، هو من 2001 و2000 لغايه سهل برضه اقيش. لا انا بقول الحقيقه يعني، هو كابتن عصام كابتن حسام حسن طبعا عمل تاريخ اصلا، عمل على فكره الفتره اللي لعب فيها حسام حسن للزمالك دي شهدت افضل فتره في تاريخ الزمالك قاطبه فعلا. يعني مفيش اي عدد طبعا هو الاثنين ونادي طبعا هو اكيد مش هم لوحدهم يعني، وطبعا ظهروا في جيل بس هم كانوا مؤثرين جدا نقلوا الروح بتاعه الاهلي، روح الفنان الحمراء زي ما بيقولوا. دي حقيقه. ماشي. لا دي حقيقه بجد، ان روح الانتصار هم اللي نقلوها، وبنقول اي لاعب بالحماس هم دايما حته مميزين بحته الحماس طبعًا دي طبعًا. فهم دي تحسب لهم طبعا، حققوا بعد كده انجازات، لكن احنا بنتكلم في فتره أوكي. الفتره دي الجائزه دي سنه 2000. أوكي. بالتالي طبعا هي محتسبه عن تاريخهم مع الاهلي، لكن احنا مش حاسبينها طبعا ضمن الجوائز بتاعه الاهلي. تمام. دي حاجه شخصيه بالظبط كده. ماشي. بعد كده طبعا عصام الحضري اخذ افضل تصدي
عن تصديه في مباراه الاهلي وترجي في نص النهائي في العوده هناك، ده كان افضل تصدي في القاره. تمام. وهو برده التصدي ده اتمنعت بعد كده. تمام. يعني جايزه اتعاد مره وخلاص، شكرا على كده. تمام. حاجات تمام. غريبه بتحصل في الكافيه. تمام. بعد كده طبعا جايزه افضل نادي في القاره طبعا الاهلي اخذها 5 مرات والزمالك مره واحده بس. تمام. ودي الجايزه الوحيده للزمالك، يعني الاهلي اخذ الجايزه دي 5 مرات، 5 6 8 12 13، اما الزمالك اخذها مره واحده سنه 2002 بس، ودي الجايزه الزملكاويه الوحيده اللي اخذها من الكاف. تمام. لكن يبقى احنا قلنا 16 للاهلي واحد للزمالك، واصلا في بعض الجوائز مثلا جوائز حسام حسن زي ما اشوف بعد كده كابتن محمود الجهري، دي جوائز شخصيه مش حاسبها للاهلي، مع ان طبعا دول اساطير من الاهلي لكن مش حاسبها للاهلي. تمام. احنا بنتكلم بس على جوائز النادي او لعيبه النادي او مدرب النادي، هو بس 16 للاهلي وواحد للزمالك. تمام. نروح بعد كده لجائزه افضل لاعب داخل القاره. بس برضه لما انت تبقى انت كذا نادي في مصر حوالي 20 نادي او 30 نادي او ايا كان، ويبقى الاهلي خد مثلا 5 مرات والزمالك خد مره، برضه ده حاجه كويسه. هي حاجه كويسه، بس الفكره ان انت في الاخر انت المسيطر، انت البطل الاوحد. لا الاهلي، ما الاهلي خلاص احنا اتفقنا الاهلي دايما ما شاء الله ما شاء الله نصيب الاسد من كل حاجه. بالظبط. لكن برضه كنت تاخد جايزه افريقيه، دي حاجه كويسه. يا ريت هم بقى هم يورونا شطاتهم بقى ويجيبوا بقى يجيبوا بطولات، يلا خش بطولات لمصر بقى، مش هم مش هم الكوكب الثاني يجيبوا بطولات لمصر. خش في الحاجات دي. نخش في الحاجات الثانيه. افضل لعيبه داخل طبعا هم يعني عاملين احتفاء للاعبهم طارق حامد، ان هو طبعا تم اختياره رشح فقط لجائزه افضل لاعب داخل القاره. تمام. اللعيبه اصلا الاهلي تم اختيارهم 6 مرات من اصل 12 مره في تاريخ الجائزه دي عبر تاريخها، يعني باثناء السنه دي كانت مره 13، قبل كده في 12 مره زي ما شايفين كده في الصوره في 6 جوائز للاهلي. طبعا الريكورد مع ابو تريكه 6 8 12 13 ده افضل. تمام. ده افضل انجاز لاي لاعب، اصلا مفيش اي لاعب في تاريخ الجائزه دي اخذها مرتين حتى على التوالي. تمام. او حتى مرتين ورا بعض من غير. تمام. توالي يعني. تمام. ده انجاز فريد من نوعه لابو تريكه اللي اخذ الجائزه دي 4 مرات، وطبعا بركات اخذها 2005 و2010 اخذها احمد حسن، اللي هو برضه لان طبعا هنا لو نرجع هنلاقي ان دايما الزملكاويه دلوقتي في كوميكس كده بيتعمل على حسام عاشور انه ازاي ما اخذش بقى جائزه افضل لاعب، هو احنا عندنا نص ملعب اخذها اهو، هو مش حسام عاشور اصلا يعني ينافس انديه يعني في حته الجواز وكلام من ده، لكن احنا انت بتقول ان انت مدرسه فن وهندسه واللاعب اللي طلع من عندك هو لاعب وسط ملعب، وسط ملعب مدافع كمان. لكن احنا من غير مدرسه فن وهندسه احنا عندنا كليه كل حاجه، وبعدين طلع عندنا لعيبه في اجنحه هجوميه بيمتعوا افريقيا كلها، اخذها 4 مرات، 5 والسادسه كانت 2010 لكابتن احمد حسن. تمام. طبعا نروح بعد كده للجوائز الكابتن، بمناسبه كلام كابتن عن كابتن ابو تريكه هنلاقي انه طبعا تم تكريمه انه ثاني افضل لاعب في افريقيا 2008، وده انجاز استثنائي لابو تريكا. طبعا يعني ده انجاز محلي، ما فيش اي لاعب محلي اخد وظهر اصلا في افضل 3 لعيبه في الكاف غير ابو تريكا. تمام. يعني ده لاعب بيلعب داخل القاره الوحيد اللي ظهر في افضل 3 لعيبه في عماد على القاره كلها، فطبعا ده انجاز فريد من نوعه، ما فيش اي لاعب تاني قرب منه حتى يعني. جميل. وطبعا هو كان الحق بيها، لكن عموما ده اختيار الكاف عشان دايما الكاف بيحب الايه افضل لاعب اوروبي، يعني لاعب بيلعب في اوروبا خارج افريقيا، ده يعني اختيارات الكاف الغريبه شويه. ف 2006 طبعا تم اختيار جوزيه مدرب العام، وفي 2008 تم اختيار جمهور الاهلي افضل جمهور، وفي 2004 و2012 تم اختيار كابتن محمود الخطيب وكابتن محمود الجهري كاساطير افريقيا، دي جائزه تكريميه كده بيدوها للمؤثرين في تاريخ افريقيا، لكن برضه زي ما قلت طبعا كابتن محمود الخطيب هو اسطوره الاهلي وافريقيا، فتم احتساب الجائزه دي بالنسبه لي انا كانجاز اهلاوي، لكن جائزه كابتن محمود الجهري مش حاسبها للاهلي، لانه طبعا هو مش اهلاوي بس، هو طبعا هو راجل طبعا لاعب اهلي ودرب الاهلي، لكنه طبعا درب بعد كده الزمالك ودرب المنتخب، فانجازاته ما هواش اهلاويه صرف، بالتالي احنا مش حاسبينها عشان واضح مش بنزود اي حاجه وخلاص، لا احنا بنحسب الينا بس. ماشي. نروح بعد كده منصف. لا احنا بنقول حق، يا ريت هم يتعلموا بس يكونوا زينا يعني. ماشي. نختم بس الانجازات دي باختيارات برضو استثنائيه، كان سنه 2007 الكاف اعلن عن افضل 20 لاعب في تاريخ افريقيا، اللي هو كان وقتها كان 50 سنه عن تاسيس الاتحاد الافريقي، وقتها تم اختيار 4 لعيبه من الاهلي واحد بس من الزمالك. تمام. اختيار لعيب الاهلي كان طبعا كابتن محمود الخطيب المركز الثاني بعد اوريجي ميلا اسطوره الكاميرون، ده كان المركز الاول، وبعد كده كابتن حسام حسن الثالث، كابتن صالح سليم ال 13، وكابتن هاني رمزي 19، ويليه في المركز ال 20 والاخير كابتن حسام حسن شحاته اسطوره نادي الزمالك. تمام. فطبعا دي كانت 4 اختيارات اسطوريه طبعا بالنسبه للنادي الاهلي ولاعبي الاهلي، وبكده نكون انجزنا
الشكر خاص بيه جوازي الاهلي زي ما قلنا. حسن شحاته يستاهل بصراحه. لا طبعا يستاهل، مدرب اسطوري طبعا بالزبط. يعني هو انا شفته طبعا كلاعب، لكن شفته كمدرب بالنسبه لي طبعا من اعظم المدربين في تاريخ مصر. كان لعيب جامد جدا اكيد طبعا، هو كان لعيب جامد جدا جدا اكيد، ما فيش نقاش اكيد. لكن انا طبعا ما حضرتوش، ما قدرتش حتى ما اقدرش احكم عنه فنيا كلاعب يعني، لكن يكفي ان هو طبعا يعني الثلاثيه الاسطوريه بتاعه المنتخب اكيد، كان طبعا دي حاجه ما بتكررش ابدا يعني اكيد. دي كانت الانجازات الحقيقيه زي ما قلنا. احنا اخذنا 16 جايزه، نادي الزمالك اخذ جايزه واحده كافضل نادي في افريقيا 2002، نادي الاسماعيلي حتى له جايزه لكنه ما هياش ليه، هو هي اللاعب كان بيلعب في 2002 2003 قصدي، كان لاعب تم اختياره، هو لاعب افريقي من توريه او حاجه كده يعني، تم اختياره هو كافضل لاعب في داخل القاره، بالتالي برضه هو الانجاز ده محسوب انجاز مصري لانه طبعا النادي الاسماعيلي اللي وصل لنهائي افريقيا وقتها وخسر، بالتالي طبعا الانجاز ده مصري لكن هو اللاعب مش مصري. جميل. دي بالنسبه للانديه المصريه. باقي الانجازات بقى انجازات شخصيه، يعني افضل نادي، افضل منتخب، افضل مدير فني كابتن حسن شحاته وهكذا، لكن دي انجازات الخاصه بالاهلي. تمام. نروح بقى في بعض، يعني احنا بنتكلم هنا انجازات طبعا، حرضنا كل حاجه بادله ونتحدى حد يثبت غلطه واحده بس في كل اللي احنا قلناه ده. تمام. لكن احنا بقى في بعض الناس بيقولوا ان هم يعني عندهم انجازات، وهنشوف اول فيديو معانا الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف وهو بيقول بعض الانجازات ليه ونشوف مدى صحتها. يلا نشوف الفيديو مع بعض. يلا يلا تعالوا نشوف. فيها احسن لعيب هو ما بلعبش في بتاعك ليه؟ ما بلعبش فيرود، كنت بلعب من تحت الفراود. ايوه. يعني واخد احسن بطوله، احسن لعيب في البطوله في نص ملعب، فده طبعا يعني الحمد لله ده يعتبر انجاز شخصي ليا، ان انا تعرف لعيب نص ملعب كابتن طارق بيحتاج اللي هو يبقى لعبته كورته كويس. وبعدين كان معانا مين معلش من غير تحديثك في الفرقه؟ كابتن حازم امام، وكان في شامب شروان، كان في كابتن خالد الغندور، كان في اسماء كبيره جدا، كابتن حسام حسن، كان في اسماء كبيره جدا جدا، وانت ما تقلش طبعا الاسماء دي اي شيء. لا هم طبعا، انما ان انت تحصل على احسن لعيب في افريقيا في بطوله 2002 في ظل الاسماء الكبيره والكوكبه الكبيره من النجوم دي، حاجه تشهد لك كابتن. والله يا كابتن طارق يعني هو طبعا هو كابتن وليد صلاح عبد اللطيف بيقول ان هو افضل لاعب في دوري ابطال افريقيا 2002. طبعا ده هو ما اعرفش هو جاب الانجاز ده منين، بس الحاجات دي بنرجع لها المصادر. ما ينفعش حضرتك تطلع تقول انا افضل لاعب في العالم، طب ايه الدليل طيب؟ بالظبط. فطبعا احنا كابتن هو لاعب الرجاء كابتن هشام بوشروان هو اللي اخذ افضل لاعب في افريقيا سنه 2002، وده عندنا مصدرين، مصدر اول من البي بي سي، لو هنقعد الصوره مع بعض هنلاقي المصدر بيقول افضل لاعب داخل بطولة دوري ابطال افريقيا اللي هو مظلع عليها بالاصفر دي هي هشام بوشروان، وبرده مصدر ثاني موقع اليويفا الرسمي، يعني حتى كان اليويفا ما اعرفش كان مهتم ليه بالليج بلاير. نرجع ثاني لو سمحت، صوت بي بي سي اوضح طبعا، بس كان بيست افريكان شامبيونز ليج بلاير هشام بوشروان الرجاء المغربي. تمام. المغرب. تمام. فطبعا ده دليل 2002 الجايزة طبعا الجايزه بيعلن عنها في 2003 فهي جايزه 2002 لكن بيعلن عنها في 2003. تمام. دي شيء معروف. تمام. تمام. دي اول حاجه بالنسبه للانجاز اللي طبعا ده عبد طبعا هو دايما بيقوله كابتن وليد صلاح عبد اللطيف بيقول دايما الانجاز ده كاعتبار هو حاجه اهم حاجه في السي في بتاعه. هو طبعا ده كلام مش صحيح بالمره، وردنا عليه بالصوره ونتحدى اي حد يثبت غلطنا، يعني احنا بنتكلم حاجه بمصادر انا مش شايف حاجه في الصوره بصراحه. الصوره دي موقع الويفا ممكن يدخل عنها ورا، بس هي بنفس الكلام ده مجرد بس اثبات كده عشان بس ايه بيكون في مصدرين للموضوع يعني. تمام. تمام. نشوف بعد كده بقى نرجع وعشان نشوف برده في بعض الانجازات الثانيه لبعض اللاعبين الاخرين، هنشوف بقى كابتن خالد غندور بيقول لنا ان بعض الانجازات الشخصيه ليه هو. نشوف الفيديو مع بعض. ماشي. 95 96 خدت تاني احسن لاعب في افريقيا من فرانس فوتبول. مش فاكرين حاجه. مش فاكرين. انا دايما بقى بعد التنك. لا فاكر. ايه فاكر مدحت؟ فاكر والله. طبعا ايام جميله جدا. الجميل اللي كابتن مدحت عبد الهادي فاكر، يعني هو انا مش عارف هو فاكر ازاي، لانه اصلا كابتن خالد غندور يعني انا معيش، هو كابتن خالد غندور بيقول ان هو عمال يفتكر كده 94 95 96. انا بصراحه لو انا واخد بس جايزه افضل يعني طالب في مدرسه في ابتدائي هكون فاكر سنه كام واليوم والساعه، فده انجاز شخصي بالنسبه لي، فازاي هو مش فاكره اصلا يعني، فده يعني حاجه غريبه جدا. لكن طبعا كابتن خالد ما هواش كلامه مظبوط، لان اصلا الجايزه هو بيقول 94 95 96. تمام. جايزه اصلا فرانس فوتبول انتهت في افريقيا سنه 94، دي اخر جايزه اعلن عنها من الفرانس فوتبول، بالتالي اي جايزه بقى في 95 96 ما هياش ما حصلتش اساسا، يعني الجايزه اصلا ما اصدرتش في 95 و96، فازاي انت بتقول انت خدتها في 95 و96؟ طبعا ده اول حاجه. اخي يمكن تلخبطوا كيشو.
ما هو طب ماشي، ما هنجيبه بقى. احنا دلوقتي قلنا ان هو ما فيش جايزه اصلا في 95 و96. تعال نشوف بقى جايزه 94 في الصوره اللي معانا، صوره رسميه من فرانس فوتبول بيقول ان جايزه افضل لاعب 94 هيديها التوب 10 في الجايزه. حضرتك بقى ايه، نتحدى كده كابتن جمال غندور او خالد غندور ان هو يطلع لنا اسمه من الجايزه دي، من التوب 10 في الجايزه. ما فيش اصلا اسم موجود خالص. افريكان جورج وايا افريكان، ده افضل افريكان بلاير، ده الجايزه 1994 بالظبط. ده دي افضل 10 لعيبه من فرانس فوتبول سنه 1994، ودي كانت اخر سنه يعلن عنها في افريقيا، افضل لاعب في افريقيا من فرانس فوتبول. طبعا اللي خدها طبعا المصري الوحيد اللي اخدها كابتن محمود الخطيب، ده الانجاز المصري الوحيد في الجائزه دي. تمام، نرجع طيب عشان نشوف برضو بعض الانجازات الثانيه. بس انا بحاول ادور على الاسم، لا ما فيش والله، لو انت دورت للصبح مش هتلاقي اسم. طيب نشوف الفيديو اللي جاي معانا وبعد كده نرجع نعلق عليه. خدنا احسن فريق في العالم سنه 2002، وخدنا اكتر فريق حصل على بطوله في سنه واحده في التاريخ، هو سنه 2002 2003 خدنا حوالي 7 بطولات. طبعا يعني كالعاده كلام هو سواء كابتن طارق السيد او اي حد من الزمالك بيقولوا بعض الكلام كده بيتورطوها، وهي مع انه اصلا ده كابتن طارق شاهد على الموضوع، يعني هو شاهد على الفتره دي وكان لاعب اصلا في الفتره دي الزمالك، ورغم كده صدق اللي بيقولوا يعني الاعلام الزملكاوي، فصدق الموضوع ده ان هم اخذوا افضل لاعب افضل نادي في سنه 2002، وده طبعا مش صحيح بالمره، هم اخذوا في فبراير 2003، شهر واحد بس اللي هو شهر 2/2/2003، ده الانجاز الزملكاوي بالنسبه للاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء اللي هو هنرجع له اصلا بعد كده، لكن نعرض الصوره عشان بس نثبت ان هو في سنه مش في شهر مش في سنه. تمام، دي نقطه مهمه جدا، هو بيقولوا ان هم اخذوا افضل نادي في السنه، لا هم في شهر يناير شهر فبراير في سنه 2003 بس، ده انجاز شهري مش انجاز على مدى السنه. هو دي النقطه. ما ينفعش يبقى سنه؟ لا هو في طبعا في السنه، في انجاز في السنه. ما ينفعش ده يبقى سنه يعني؟ لا ما ينفعش، هتاخد شهر واحد تعمله على سنه؟ ما ينفعش، لو احنا كده هنجيبها سنتين بقى، ما احنا دلوقتي هم الزمالك. انا بسألك يعني، انا بسألك. لا ما ينفعش، واحد دلوقتي احنا هم بيعتبروا اول انجاز ده انجاز فظيع وما حصلش. طب احنا عندنا اصلا انجاز ده مرتين اصلا يعني، يعني احنا في يونيو 2006. انت مأمن على نفسك كيجو؟ ما تقلقش. في يونيو 2006. مش واخد بالك تبدأ تأمن على نفسك انت. يونيو 2006 ويوليو 2006 2007 الاهلي تم اختيار الاهلي افضل نادي في العالم من نفس المؤسسة دي. يعني مؤسسة الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء تم اختيار الاهلي كافضل نادي في العالم. في نفس السنة دي. لا مش 2002، ماشي. لا 2006 و2007، تمام، شهرين نفس المؤسسه. بالظبط نفس المؤسسه، بالتالي هنا ده مش انجاز يعني، على فكره اصلا مش انجاز على فكره فظيع يعني. يعني ده مؤسسه، اي موقع على النت بيعمل على فكره، في دوت مواقع بالنسبه بتعمل تصنيف الانديه مش بهتم بيها خالص، مش بهتم اعرف الاهلي فين والزمالك فين، ما يهمنيش يعني، دي ما فيش اي جهه رسميه بتقول ان ده الترتيب الحقيقي، بالتالي اي كلام من هنا طبعا ده كلام يعني عالي تماما من الصحه يعني. ده بالنسبه بقى لموضوع السبعيه، مش عايز اتكلم فيه بالتفاصيل، انا عندي فيديوهات كده عشان خاطري. لا في فيديو، طبعا فيديو اخير وبعد كده هنتكلم عنه. ماشي، موضوع السبعيه طبعا احنا اتحاديات الزملكاويه بقى لي سنتين دلوقتي ان هم يجيبوا السبعيه دي حصلت، يا تجيبها لي في موسم يا سنه يا سنتين متتاليين، ما فيش اي حل. ايه السبعيه دي؟ اللي هو قال لك انا اخذت 7 بطولات في سنه 2002 و2003، انت لا جبتها 2002 ولا 2003، يعني انت جمعت مثلا بطولاتك مثلا 3 في 2002 وبعدين 4 في 2003، هم بيجمعوها بقى على بعض يبقى 7. تمام، فطبعا ده مش منطق. انت الموسم بيبدا يعني، الموسم بيبدا ببطوله السوبر المحليه، دي اول بطوله في السوق في الموسم عندنا، وبعد كده بتبدا تاخد مثلا دوري، بتاخد كاس، بتاخد دوري ابطال، تاخد سوبر افريقي، دي البطولات الرسميه. تمام، هم برضه مضافين بطولات مثلا سوبر مصر السعودي، مضافين بطولات السوبر البطوله العربيه 2002 2003 2004 2005 بالظبط. مفيش الكلام ده، مفيش اصلا اي نادي في العالم اصلا واخد 7 بطولات، احنا بنهزر، هو اصلا اقصى انجاز في الدنيا هو 6 بطولات بجد والله. على فكره برضه يعني برشلونه واخد انجاز ده في سنه واحده مش موسم، يعني برشلونه برضه، ودي برضه الاصدقاء البرشلونيين يعني كاتالونيين، ما فيش اصلا انجاز الخاص برشلونه في موسم، ما فيش موسم 2008 2009، لا هم اخدوها في سنه 2009، ده الانجاز الايه برشلوني يعني. فالزمالك اخد البتاع دي مش في اي سنه، لا هي سنه ولا هي موسم، بالتالي ما تقدرش تقول ان انت اخدتها في اي موسم كروي يعني. تمام، بتاع طبعا انجاز وهمي ونتحدى انهم يثبتوه يعني، هجيبها لنا احسبها باي طريقه مش هتلاقيها موجوده ابدا يعني. تمام، نروح للفيديو اللي بعد كده وبعد كده نرجع نرد عليه برضو. اتفضل. موضوع كتير جدا، وقلت ان سكرتير الاتحاد الافريقي في الوقت ده كان مصطفى فهمي. صحيح، وانه غير اللائحه وبناء عليه طلع قرار الكاف اللي هو الاتحاد الافريقي بان الاهلي بطل كاف.
لكن احنا في نفس التوقيت الاتحاد الدولي المعهد الاحصاء المعتمد من الاتحاد الدولي طلع قرار بان نادي القرن هو نادي الزمالك. وانا متصور ان هذا الموضوع في الاصل اعترف به اخيرا مصطفى فهمي ساعه الانتخابات الاخيره للنادي الاهلي وقال هذا الكلام، انا عدلت اللائحه انا عملت للاهلي ومع ذلك الناس ما انتخبتنيش عضو مجلس اداره، يعني اعتراف بعد 20 سنه. طبعا كالعاده كلام مرسل كلام بلا دليل، زي ما هو اخر حاجه قالها في الفيديو قال ان الاستاذ مصطفى مراد فهمي اعترف انه زور المعايير بتاعه نادي القرن. اصلا مفيش حد عاقل اصلا يعمل كده يعني، بس افترضنا ان في حاجه زي كده، ما فين الدليل يا جماعه؟ يعني هو ده اصلا بيتكلم مثلا حاجه مثلا في 2017، مفيش اي حد صور، مفيش حد ما بيحبش الاهلي بيصور في نادي الاهلي يجيب الكواليس دي يجيب الفيديو ده او حتى تسجيل صوتي حتى للاستاذ مصطفى، مفيش اي كلام ده. فهو بس مجرد بس اساطير كده بيتم تداولها عن انجازات وهميه. طبعا. فده ما حصلش، لكن طبعا هو كابتن الاستاذ طبعا كمال درويش بيقول ان معهد الاحصاء دكتور جمال درويش بيقول ان معهد الاحصاء التابع للفيفا اختار الزمالك نادي القرن. طبعا ده كلام ملوش اي اساس من الصحه من ناحيه. اولا طبعا هو الاستاذ جمال او دكتور جمال يعني متاثر بال يعني بالمانشيت الزملكاوي اللي ممكن نشوفه دلوقتي، الصوره دي متداوله جدا على الصفحات الزملكاويه على اساس ان هو فعلا الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء يغلق باب الجدل ويؤكد ان الزمالك نادي القرن في افريقيا. دي صوره متداوله جدا معانا، دي الصوره الزملكاويه المتداوله على اعتبار برضه بقى ده اللي هو يعني البيان الافصح عن ان هم استحقاقهم لنادي القرن. في تحت اشتري الشهاده الذهبيه واكسب عربيه. بس لو تاخد بالك انت اصلا هتلاقيهم واخدين ايه الصوره بكادر كده سينمائي، مش كادر مظبوط، لا كده كادر مايل كده عشان ايه دي كده ايه تاثير درامي. برضه اشتري الشهاده الذهبيه واكسب عربيه. ما اعرفش هو قاعد بيعمل اعلان ولا ايه يعني. المهم طبعا ده الكلام ده غير صحيح بالمره لسببين. السبب الاول ان الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء اللي هو اي اف اف اتش اس، ممكن نرجع هنلاقي انه الاتحاد اصلا ما قالش ان الزمالك نادي القرن. تمام. الاتحاد ده لما اعلن في 2009 عن اختياراته لنادي القرن في افريقيا وفي كل العالم طبعا، والمناسبه طبعا ده هنقول بقى الاتحاد ده صفته ايه بعد كده، بس هو لما اعلن ما قالش ابدا ان الزمالك نادي القرن. تم الصوره اللي بعدها بقى هنلاقي ان اعلن عن كاتوكو اشانتو كاتوكو نادي القرن في افريقيا بالنسبه لاختيار الاتحاد ده، مش ده مش كلام رسمي. وبعد كده جاي الاهلي وبعد كده الزمالك، يعني حتى الزمالك في تصنيف الاتحاد ده في المركز الثالث. تمام. يعني الكاف في بالنسبه للكاف المركز الثاني الزمالك. فده انت عاجبك ايه كوتوكو اللي هو بتاع اللي عشان بس مجرد الاهلي ما خدهاش يعني. يعني بالنسبه للكاف الزمالك في المركز الثاني. بالظبط، هم عايزين الاتحاد الدولي تاخد الاحصاء اللي هو مديهم الثالث، فما اعرفش هم عاجبهم المركز الثالث يعني. لا طب ما ممكن اقول لك برضو عشان الاهلي مش هنا في ال ما هدي بقى اشوف بقى مدى مصداقيه اصلا واهميه. أيوة. أيوة. الاختيار ده. تمام. يعني هنشوف الصوره اللي بعدها هنلاقي الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا بينفي اي صله ليه بالاتحاد الدولي تاخد الاحصاء ده. مش معنى ده اسمه اتحاد دولي ده اتحاد دولي ان ده حاجه رسميه. ده هتلاقي في اخر سطر ان هو بيتاكد انه الفيفا ملوش اي علاقه، دي الترجمه يعني بالاخر، ملوش اي علاقه بالترتيب الاتحاد الدولي تاخد احصاء اللي هو اي اف اف اتش اس. ده وثيقه رسميه ممكن تبحث عنها في اي حد يقدر يبحث عنها، موجوده في موقع الفيفا، ان هو ملوش اي ما بيصدرش اي تصنيف رسمي ولا بيقول اي علاقه بالاتحاد الدولي تاخد احصاء. بالتالي كلام الزملكاويه عن انهم نادي القرن في افريقيا باعتراف اي اتحاد ملوش اي كلام الصحه، وكالعاده كل انجازاتهم وهميه، انجازات الاهلي موثقه وثابته. احنا بنشوف حقوقنا بس. بالظبط يعني احنا بنتكلم بالصوره والدليل، يعني اللي عايز يقول يقول يقيش، واحنا بنتكلم في حقوقنا بس. بالظبط بالظبط، ده كان كل اللي عندي بالنسبه للتوثيق. ممكن اطلع اقول انا اخدت احسن لاعب في العالم، يعني هو اصل يعني ما ازاره قال لك كل واحد ليه بق بيتكلم، محدش يعني بيراجع وراه. لكن طبعا انت بقى انت مش ممكن يعني اجيب انا بنجيب حاجه بالدليل، احنا بنجيب حاجه مثلا من عندنا، احنا بنجيب يقول يقول عايز يقول يقول، احنا بنراجع بنشوف الكلام ده هل ده حقيقي. انت عندك كام تلفزيون في البيت؟ لا واحد بس مقطع بقى القنوات. لا ماليش دعوه اصلا، انا بحث بس انا جوجل، هم بيسموني جوجل بتاع الاهلاويه. ده جوجل انت معدي جوجل. الحمد لله الحمد لله. دايما احنا بنتكلم، هم دايما يعني بيتكلم ان انت بتتكلم بارقام، الميديا انت بتتكلم بارقام، يعني مفيش اي منطق ان انت يعني اخرجوا قال انهم الناس اللي يتظاهرون، هي مفيش فكره ان هم عندهم مشكله في حته قبول الوثيقه وقبول المنطق، مفيش اي مشكله ابدا في حته ان انت تتكلم، يعني قول رايك زي ما انت عايز، قول انت احسن نادي، قول انت بس ما تجيبنيش في جمله مفيده، ما تجيبش جمله مفيده، ما تقولش انت ما تقارنيش بقى وانا اخدت حاجه مش من حقي. لا الاهلي نادي القرن،
يعني بالحق وبالدليل. احنا بنقول الاهلي نادي الكرة، ما بنقولش اي انديه ثانيه، مع احترامنا لكل الانديه. بالظبط. فانا لما احب اتكلم عن نفسي هقول برضو عبد الحميد حسن كنت احسن لاعب ماليش علاقه بكيشو. ثالث اسرع هدف في تاريخ الدوري. شفت طبعا يعني انجاز، يعني من انجازات ال انا قعدت اسرع هدف 10 سنين ومحدش قال لك. لا عادي يعني، اصل احنا يعني اتحاد الكره اساسا نشوف محمد صلاح والعلاقه، فمش هتكلم على اسرع هدف يعني 10 سنين بس. احنا بنفتكر للاسف الشديد بنفتكر لما حد بيجيب اسرع هدف نبدا نشوف بقى مين، وتلاقي حد داخل حاطط نفسه برده. بالظبط. هو دي نفس الفكره بقى بالمناسبه، يعني احنا سبحان الله جت كده بالصدفه، يعني برده فكره اللي هو ايه، بعض الناس غير خارج الاهلي يعني بيقولوا ان هم صاحب اسرع هدف في تاريخ الدوري. انا كلمتك فاكر لما كلمتك قلت لك لا، في قبلي وفي قبل كذا في طبعا مين. وكابتن يعني كابتن طه دايما الشيخ طه يعني هو طبعا الموثق في صوره كده ان هو اسرع هدف في تاريخ الدوري، لكن دي صوره ما فيهاش دليل، يعني فيش فيديو كده، فيش ريكورد للماتش ان هو اسرع هدف. طالما الشيخ طه قال كده يبقى هو ايه الشيخ طه ده على راسنا من فوق الشيخ طه. طبعا لكن هو الفكره نفس فكره حته الانجازات اللي هم ما حدش يقول حاجه كده من غير دليل. بالظبط. يعني حتى انا لما قلت مثلا الشيخ طه قال كذا، فيعني ايه قلت عود على الراوي ان هو الشيخ طه بيقول كذا، وطبعا هو اكيد صادق يعني، لكن احنا ما فيش دليل، عشان كده ما اقدرش اقول. قلت مثلا فرقت بين الحاجات الموثقه والحاجات غير الموثقه. بالظبط. فطبعا الموثقه كنت حضرتك ثالث اسرع هدف في تاريخ الدوري. عشان كده كمان يا كويشو لازم انت حد الناس بتحبك، وحد كنجم، وحد كمسؤول، لازم لما تقول كلمه تبقى عندك مصداقيه فيها، سيبك بقى من الاهلي وزمالك واي حاجه دلوقتي، انا بتكلم في العموم في المصداقيه، انت بتتكلم بمصداقيه مع الجمهور بتاعك، فلازم يبقى عندك مصداقيه كبيره جدا، ما ينفعش اقول انا اصل انا كنت في 2007 كان لازم مش عارف اعمل ايه وخدت ايه وخدوها مني، ما ينفعش، لان في واحد احمد كيش وهو قاعد ما بيسيبش حاجه. احنا بنجيب حاجه بالدليل، مش بنقول حاجه يعني باطله يعني. بقى انا بعد كده برضو خلي بالي ممكن بعد كده لا الاهلاويه الحمد لله ما عندهمش حته ان هم ايه يقولوا اي كلام من غير اي حساب، يعني احنا بنقول بما يرضي الله. بالظبط. ودايما ربنا رقيب علينا قبل اي حد. بالظبط. فلازم الكلمه طالعه مننا من قلبنا لقلب الجمهور اللي بيثق فينا جدا جدا واللي بيحترمنا جدا جدا، لازم نبادله نفس الاحترام باكبر بكتير كمان من حقه. بالظبط. انا طبعا عارف الناس كانت منتظره مننا نجيب ان هو مثلا حاجات تحكيميه وحاجات مش ما تخافش مش هعرض حاجات تحكيميه عشان الوقت لا يسمح يعني، لكن ان شاء الله بكره في الاهلي خط احمر ان شاء الله هنعرض كل حاجه يعني. ففي بعض طبعا الحاجات الاحصاء والكذا ان شاء الله بعد كده هنعرض كل حاجه، مش عايز اتكلم خاصه بتاعه سلسله الانتصارات، مش عايزين نتكلم عنها كتير دلوقتي عشان هي كده هتقف يعني عاجلا ما جه هتقف، ما حدش بيكسب على طول. فلما تقف هنتكلم ان هو موقف الاهلي ريني فايلر بقى في تاريخ الاهلي كله باذن الله. هو عامل كام سلسله ان شاء الله مش هتقف. كلمه اخيره، احنا يا جماعه في الاول في الاخر لما كوشو بيجي بينور القناه هنا اي حد بيتكلم، احنا مجرد ان احنا ايه بنقول حقايق فيها شويه هزار شويه، لكن طبعا كل الاحترام لكل الناس، كل الاحترام لكل الجماهير باختلاف انتماءاتها، اي جمهور مهما كان ده هو الجمهور الخط الاحمر الوحيد حتى بالنسبه لنا شخصيا، لان الجمهور ملوش اي مصلحه في اي حاجه، ان هو بيحب فرقته وبينتمي لفرقته وعايز فرقته احسن ما يكون. بالظبط. فاحنا على سبيل الهزار مش اكتر، كل الاحترام لكل الناس. لما نتكلم حتى الكوميكس بتاع طارق حامد وحسام عاشور والكلام ده كله في اطار التهريج، لكن طارق حامد لعيب كبير جدا، لعيب بيتمنى اي نادي يكرهه اي نادي تاني، يعني لعيب انت تتمنى يبقى عندك في هو لعيب مقاتل جدا، لعيب راجل جدا، ممكن يموت نفسه عشان يقطع كوره، لكن انت النادي تاني لازم تكرهه. ده بيضرب. احنا لو عندنا هنحب النوايا. انا مش حابب يعني. لا انا بتكلم على نوايا الرجوله. سيبك من لا ما في اللي ممكن مش عايزين نتكلم عن كابتن طارق عشان باستثناء طارق. بتكلم في ما انت عندك لعيبه. لا بص احنا عندنا دايما مثلا كابتن حسام عاشور، عندنا حاليا حمدي فتحي، عندنا اليو ديانج. فعندنا لعيبه فكره الرجوله لا تستدعي بالشرط الايذاء، فدي حاجه. لما بقول لك حتى يعني لو كان احنا ما جربناش يبقى عندنا النوعيه دي. لا مش عايزين يكون عندنا النوعيه على فكره. ممكن نحب على فكره. لا مش عايزين يكون عندنا النوعيه. ولو عندنا خباك يعني خباك نشوف مثلا ديانج دايما بياخد انذارات على تدخلات هي عنيفه بس هو دايما فكره ايه لما يكون في تدخل بيدي انذار. يعني احنا عايزين برضه يكون ده معيار ثابت، هو اي تدخل مش معنى ده انه ده مثلا افريقي يعني من خارج مصر دايما ياخد انذار كده على الرايحه والجايه يعني. بالظبط. لازم يكون المعايير يداخد انذار وغيره ياخد انذار. ديانج خلي بالك بعد كده هيعمل كمين، هيبقى واقف بكمين واللي معاه هيروح فين. لا مش ربنا يحميه طبعا من شر الاصابات، عشان احنا طبعا عندنا مشكله في الاصابات دي. ما شاء الله. نكمل معانا لاخر بطوله افريقيا دي اهم حاجه يعني. لكن طارق حامد شخصيه بره الملعب طيبه جدا جدا، حاجه جميله جدا خلي بالك والله بجد. ممكن الملعب بقى حماسه وخوفه والكلام ده كله ممكن اكيد. وبرده الحكام يعني انا اقول لحضرتك حاجه يا حضرتك، راجع الناس تقدر تراجع طرد طارق حامد في مباراه الاهلي وسموحه نهائي الدوري 2013 2014 والدوري الرباعيه،
هتلاقي سلم على الحكم، كان تقريبا حكم محمود عاشور تقريبا او مش فاكر محمد البنا، المهم سلم على الحكم بمنتهى الاحترام، كان في انذار تاني، سلم على الحكم وتفضل ومشي بمنتهى الذوق. ممكن يجيب اللقطه دي بس من مجرد فيديو معايا يعني موجوده، انه تقدر تراجع عليها يعني تمام. موجود ان هو لما هو كان في سموحه كان بياخد الانذار من هنا او الطرد، ويعني ايه يخرج بمنتهى الاحترام منتهى التقدير، لانه عارف انه مفيش حد مش لاعب بشرطه. لكن بقى كون ان هو مش مصدق ان هو طرد، فطبعا ان هو احساسه ان هو بدا يعمل اللي هو عايزه. هو انا هقول لك بس مش عايزك تعلق، في لعيبه يا جماعه بتتظلم لانتماءاتها لاي حاجه. يعني في لعيبه ممكن يبقى في ولا بلاش، انا بحب كل اللعيبه عموما الرجاله، لكن الازاء لازم الحكام كمان تتعامل مع اي لعيب بيحاول يأذي، ما تبصش لهم ان هو حتى لو في الاهلي اطردوا، عشان بعد كده هو كمان يبقى عامل حسابه ان لو عملت حاجه هتطرد فاطور من ادائي شويه من غير ضرب. لكن طارق حامد لعيب راجل جدا، لعيب محترم جدا، كل التوفيق. نتمنى ان هو يلعب بمنتهى الرجوله بمنتهى الفير بلاي. اكيد بس اكيد انا بشكرك شكرا جزيلا حبيبي، وببقى مبسوط جدا وانت معايا. وانا كمان والله، ومبقاش عارف اتكلم من كتر اللي انت بتعمله. ربنا يخليك، خليكم حابسين جدا، لان في نماذج زي احمد كيشو دايما بتدور على بالادله والمسندات والتواريخ علشان يثبت الحقيقه. خليكم حريصين، خليكم احترموا الجمهور في كل حاجه، احترموا عقليه الجمهور، عقليه المشاهد، ودايما قولوا الحقائق، ودايما نتقي ربنا في كل كلمه بنقولها. بشكرك شكرا جزيلا، ودايما منور الدنيا ومتالق دايما. ربنا يخليك يا كابتن، شكرا لك. دي كانت فقرتنا مع المتالق دايما احمد كيشو، وشفنا الكابتن محمود صالح نجم الاهلي ونجم مصر. بعد الفاصل هيكون معاكم الاستاذ الكبير محمد صادق بصحبه الزميل محمد سعيد. اشوفكم على خير ومع الف سلامه.